للحديث عن واقع مسلمي روهينجا في الصين وهدم السلطات لمساجد ذات الطراز العربي، معنا من اسطنبول مدير وكالة أنباء تركستان الشرقية عبد الوارث عبد الخالق. أستاذ عبد الوارث، بداية مرحبا بك. ماذا يجري في الصين؟ ما هي المبررات المسوغة لدى السلطات التي بنت عليها قرارات هدم وتغيير السمات المعمارية للمساجد ذات الطراز العربي مثل القباب والمآذن؟ حياكم الله أخي الكريم. حقيقة ما يجري في الصين هي مسلسل ما تم في تطبيق الصين في داخل تركستان الشرقية خلال ست سنوات الماضية. تم هدم أكثر من 15,000 مسجد في أراضي تركستان الشرقية، وقبل شهور تقريبا كان هناك إزالة بعض المنارات الجوامع والمساجد في داخل الصين. المسلمين الصينيين هم ليسوا تركستانيين، وإنما هم مسلمين الصينيين، ولكن في الأوان الأخيرة بدأت هناك هدم بعض المساجد في داخل بعض المناطق المسلمين الصينيين في داخل الصين. فتقريبا قبل أسبوعين كان هناك محاولة من جهة الصين أن يهدم بعض المساجد الكبيرة المشهورة المعروفة في تلك المناطق، ولكن هناك المسلمين الصينيين قاموا بضد هؤلاء الشرطة الذين جاءوا لتدمير هذا المسجد. كان هناك جماعة المسلمين، هناك المسلمين الصينيين كانوا محاولة منهم أن يقفوا بين الشرطة وبين الجامع، ومع هناك التصادم بين الشرطة والصينيين، وكان ضبط النفس بعد، وتم اعتقال مئات من المسلمين الصينيين الآن هم في الحبس. ولكن مع ذلك أن الصين تحاول أن تهدم المساجد المسلمين سواء كان في تركستان الشرقية أو في داخل الصين. الصين تريد طيب من أستاذ هذا عبد الوارث، هذه الانتهاكات ضد الوجود والثقافة الإسلامية في الصين إلى أي مدى يمكن اعتبارها حدثا ممنهجا؟ يعني هل يمكن معرفة ما هي جذوره؟ هل هي من جذور زمنية بعيدة المدى أم من جذور زمنية قصيرة المدى؟ الصين لديها خطة سياسة ناعمة أخي. الصين احتلت تركستان الشرقية 1947. منذ ذلك الوقت كان هناك الصين لديها خطة ممنهجة لتدمير المسلمين، بمعنى أن الصين تريد تصين المسلمين في داخل سواء كان في تركستان أو غيره. يعني تصين للمسلمين، يعني بمعنى أن الإسلام يتماشى مع سياسة الصين الشيوعية، وإلا لا يوجد هناك يبقى للمسلمين كلام في داخل البلدان. فلذلك منذ خلال 70 سنة كانت الصين تحاول أن تصين المسلمين في داخل تركستان الشرقية، ولكن كان هناك رد فعل أو حاجز بين الصين وبين تركستان والصين المسلمين أيضا الدول العربية والإسلامية، أن كان هناك تخاف رد فعل من الدول العربية والإسلامية. ولكن بعد أن بدأت الربيع العربي في الدول العربية والإسلامية وشافت الصين هناك قمع للحكومات الإسلامية في الدول العربية والإسلامية، شعوبهم قمعهم وقتلهم وأخذهم إلى الحبس وإلى آخره، والصين قالت الآن جاءتنا الدور، الآن جاءتنا فرصة، وبدأت تغيرت السياسة 200% في داخل تركستان الشرقية، ولم يتكلم أحد، وما لم يكن هناك أي رد فعل الدول العربية والإسلامية. طيب. فلذلك إلى الآن يعني تم هدم المساجد والمعمار الإسلامية غير المساجد، البيوت والآثار القديمة بدأ هدمها. يعني زيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى الصين للاطلاع على وضع الأقليات المسلمة، وهم رأوا بأم عينهم كيف تعاملت الصين، الحكومات في الصين ضد المسلمين اليغور في إقليم شينجيانغ. هذا الأمر في أي إطار يضع جامعة الدول العربية؟
حقيقة أخي الكريم أن هذه من ضمن المسلسلات الصين التي تريد أن تصور صورها في العالم الخارجي، أن الصين المسلمين يعيشون هناك بأمان وسلام. قبل وفد جامعة اللغة العربية كان هناك وفد من المؤسسة الإسلامية التي مقرها في الإمارات، وكان من 14 دول عربية، يعني ما يسمى العلماء، أخذوهم تقريبا قبل عدة شهور إلى تركستان الشرقية، إلى أورومتشي عاصمة تركستان الشرقية، وأخذوهم إلى أماكن معينة مرتبة مسبقا، يأخذونهم إلى الزيارة هناك وإلى آخره. هذا من ضمن المسلسلات التي تقوم الصين بين فترة وأخرى، خصوصا أخذوا الوفد الجامع الدول العربية تقريبا 34 شخص تقريبا 4 أيام بقى بين أورومتشي والعاصمة القديمة تركستان الشرقية كاشغر، وتلك المدن والمناطق أخذوه إلى أماكن خاصة ومرتبة مسبقا للسياح، للأجانب، للوفود الذي يأتوا من خارج. لذلك الصين أخذوهم إلى تلك الأماكن، وبعد ذلك يصرحون الجانب الإعلامي في الدول العربية الإسلامية أن المسلمين في تركستان الشرقية يعيشون بأمان وسلام. ولكن أخيرا في لو سمحت في دقيقة واحدة أستاذ عبد الوارث عبد الخالق، هناك محاولات من الصين لبسط نفوذها في الشرق الأوسط، ما هو المطلوب من الدول العربية، ما هو المطلوب من الدول الإسلامية تجاه هذا الأمر؟ والله نحن يعني منذ عدة سنوات نحاول أن نفهم أن خطر الصين على الشرق الأوسط، على الدول العربية والإسلامية. هناك عدة دول دخلت على فخ ديون الصين، مثل جيبوتي والصومال وغيره من الدول، سريلانكا وإلى آخره، أفريقيا وهي الشرق الأوسط. هناك بعض الدول العربية أيضا مغروقة بديون الصين بالنسبة للصين. الصين الآن تحاول أن تستعمر الدول العربية والإسلامية بشكل كامل، بسياستها الناعمة، بسياستها الاقتصادية، بسياستها عدم التدخل الأمور الداخلية وما إلى آخره. فلذلك أنا أنبه على الدول العربية والإسلامية أن ينتبهوا قبل فوات الأوان، أن الصين تستخدم سياسة ناعمة بعد دخول إلى الدول العربية والإسلامية بعد عدة سنوات لم يبقى في أيديهم شيئا. نحن عشنا وجربنا مع الصينيين خلال 74 عاما، نحن ما زلنا نعيش تحت استعمار الصين. الصين الآن تستخدم نفس السياسة التي استخدمتنا الاستعمار التركستان الشرقية، وكذلك الصين في آسيا الوسطى نفس السياسة التي تستخدمه، والآن بدأت تستخدم في أفريقيا وفي الدول الشرق الأوسط. فلذلك عليهم أن ينتبهوا في هذا الخصوص. شكرا جزيلا أستاذ عبد الوارث عبد الخالق، مدير وكالة أنباء تركستان الشرقية، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.